جي رحت لهم البلدية قالوا لك والو انت راك كبير وما يشارف ما تروحش. شافلو ولا غي جامي طليته البحر ونتمنى غي نطلو خليه كي نكبر ان شاء الله ونروح نطلو. بهذه الصيحة الخافتة التي تختزل براءة الطفولة بدأت حكاية أيوب وتوأمه أمين من ولاية غردايا. في مقطع مصور لم يتجاوز بضع ثوان بث عبر قناة الشروق نيوز، ظهر طفل يشكو بثه بعفوية أبناء الصحراء ويضرب لحلمه البسيط موعدا مؤجلا إلى أن يبلغ من الكبر أشده. لكن القلوب الرحيمة كان لها رأي آخر عندما التقطت مسامعها هذا النداء البريء المفعم بالرسائل، وقررت أن تختزل سنوات من عمر أيوب وأيمن إلى 15 يوما فقط. مزية علينا أنا ولا أصدقائي الكل اللي رانا أصحاب هذه الفكرة، يعني أننا ننقلوا أخونا أيوب وأخوه التوأم أيمن. رانا فرحانين كثير أننا رايحين حضينا بهذا الفرصة. ولأن ربك يقول للشيء كن فيكون، فقد شاء القدر أن تلتقي إرادة ثلة من الأصدقاء من ولاية غردايا بطيبة صاحب فندق رويال تولي بولاية سكيكدا. وكانت المفاجأة، من ولاية غردايا بدأت الرحلة المؤمنة من قبل الفندق نحو ولاية سكيكدا المنشودة، رحلة زاد من طول مسافتها شوق نهايتها السعيدة رؤية البحر والتمتع بزرقته التي عكستها فيما مضى شاشات التلفاز على مدى 15 سنة من عمر التوأمين. بفندق رويال توليب حط التوأمان رحالهما وبضيافة مميزة حظي أبناء غردايا ولسان حالهما. كم من الوقت يكفينا لنقص على رفقاء سيبانا في غردايا مظاهر الوجه الآخر للحياة في الجزائر. المفاجأة الأولى غرفة مطلة على شاطئ جميل اسمه العرب بن مهيدي، ونسيم عليل معطر برائحة الحرية يحلو معه التنقل بين أحلام النوم وأحلام اليقظة التي يمنع الاستيقاظ منها. وما كناش توقعوا هذا الفندق هذا وين، ما كناش توقعوا به بحال يعني نوصلوا له، واليوم الحمد لله وصلنا له. نشكر الشروق اللي ساهمت في المبادرة. بعد فترة راحة بسيطة يحين الموعد وينزل الولدان إلى شاطئ البحر والشوق يتنطط أمامهما ومن حولهما. أنا نشكر جماعة مدير الفندق رويال توليب ونشكره جزيلا على مجهوده الكبير. الشعور تاعك شراك تحس بشراك؟ أنا حاس بالفرحة وراح نشوف البحر وربي يطول الله في عمره ان شاء الله ويعطيه ما تمنى ان شاء الله. يلا يلا البحر البحر يلا يلا. اخيرا تحقق الحلم، وها هي الامواج تعانق ايوب وايمن بشوق عمره 15 سنه. كما هما كما اولادك وكل جزائريين ونتعاونكم، انتم ساهمتوا بالتلفزه، واحد ساهم بالراي واحد ساهم بحاج، وان شاء الله نكونوا كل جزائريين فرحانين. الفرحة بلقاء حلم البراء وخجل أيوب وأيمن حبس الكثير من الكلمات والأفكار داخلهما، لكن تقاسيم وجهيهما الأسمرين حكت لنا عما سيخبران الأصدقاء به في بلدية الضايا بن ضحوة بغردايا. قالت لنا إنهما سيقولان للرفاق: أيها الأحبة، أطلقوا العينان لأحلامكم ولا تصدقوا أنكم بحاجة إلى الفانوس السحري ولا إلى بابا نويل ليحققها لكم. احلموا بما شئتم ما دام في وطنكم قلوب رحيمة تتحسس أنين أبناء الجزائر العميقة، وكم منها الكثير في بلدي. والله غي جامي طليته البحر ونتمنى غي نطلو يا دي البحر يتعب.